ارتفعت حصيلة القتلى في عمليات قصف غزة إلى أكثر من 500 فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم 14 على التوالي على القطاع الفلسطيني، على الرغم من الدعوات إلى التهدئة. وسقط أكثر من 140 من القتلى يوم الأحد الذي كان اليوم الأكثر دموية، وسجلت في حي الشجاعية أثقل حصيلة دامية للضحايا في صفوف الفلسطينيين، وصل عددها إلى 72 قاتلا جراء القصف المدفعي والغارات الجوية. وفي صفوف الإسرائيليين قتل 13 جنديا من لواء غولاني الشهير في 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، مما يرفع إلى 18 عدد العسكريين الذين قتلوا في الهجوم الذي أطلق عليه اسم الجرف الصامد. ومن جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها شنت عملية خلف خطوط العدو في شمال قطاع غزة، ونجحت في تدمير جيب عسكري إسرائيلي. أما السلطات الإسرائيلية فأعلنت حالة الإنذار صباح الاثنين في المدن القريبة من قطاع غزة، ودعت السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.